هلا والله حبايبي، وهلا والله بالبونشاويين. بالحلقة اللي راحت بطلنا جيمس بتوصل رسالة من زوجته المتوفية، وهون بطلنا بيصير عنده فضول انه كيف مرته عايشة بعد 3 سنين من وفاته، فبتوجه للمدينة اللي وصلته منها الرسالة يلي هي مدينة الضباب او سايلنت هيل. واول ما نوصل لهنيك بتبلش الاحداث المرعبة والمشوقة والحماسية، فاذا كنت مستمتع بهي السلسلة جيب شي تاكله وتتسلى فيه، لانه احداثنا كل مالها عم بتصير حماسية اكثر واكثر. ومنها لما وصلنا لهون التقينا بالرأس الهرمي. لايك على السريع، اذكر الله بالتعليقات، صلي على النبي. شغله ثانيه، اذا فيك تساعدني بنشر الفيديوهات، يعني لشخص بتعرفه بحب هيك نمط من الالعاب او اي العاب من الالعاب الجديده اللي عم ننزلها، فهذا الشيء راح يساعدني. وخلينا نبدا. منديل ما بعرف ايش فيه بس راح اخذه. رحت لماب تاني، معناتها ما فيني ارجع لورا. الشباب معناتها الصور يلي معي، يب ما عاد في ماب عندي. وايت هذا نفس ميتين وثمانية. وين رحت انا؟ مثل دخلت عالم موازي؟ شكلي دخلت عالم موازي، ما ادري. هذا اوكي. هذول متطورين. هالمرة لابسين مسامير. جدا متطورين. حاول ما طالع صوت مشان هذا ما يشوفني. دير حالك، دير حالك. شباب 3 رصاصات وضربة، اوكي احسن توفير. الغرفة 202 فيها شيء. أولا يأتي قائدهم، والأهم هو مهمته. خطواته بطيئة ولكن ثابتة، ويتجه الآن نحو الغرب الأكثر خفة تسلق عثر. قائدهم مين وأنتم مين ونحن ليش هون؟ أيوة
اتذكر وهي الغرفه انه في شيء. أحسن شيء ثلاث رصاصات وضربة، ثلاث رصاصات وضربة. Interesting. بعد عن هذا بس يروح الدخان لانه مشان ما تدمج. شباب صاير عكروت ها موفر طلق كثير يعني، وتوفير الطلق باللعبه ما هي فكره ذكيه لانه اللعبه بوقتها هي بتحرمك من الطلق واللوت، مكان كثير كريبي. كنت الدنيا الصبح صارت الدنيا ليل، ما ادري كيف. بس انا بعالم موازي متاكد دخلت دوا الشيء يعني الفتحه اللي صارت والقفزه وظهور. وظهور ابو مسلف وطلقات كثير كانها هي غرفه 303. مين قتلهم كلهم؟ اخوان صار عندي رصاص كتير. ايش في؟ ومكان بوس فايت شكلي اني قريب على بوس، شكله بوس فايت. انا عم جهز لبوس فايت 100%. ما عاد في شك اني عم جهز لبوس فايت. اوكي غرفة مسكرة. الله يستر الله يستر شباب. راديو هم نجيب ماسورة لأنه الماسورة إز مكسورة. أنا هي كمان طريقة الدم. غرفة 306 إز ماسورة.
طيب رجعنا لمكان هذا حلو. اوكي نايس. طيب ما فينا ناخذ الماسوره؟ اخ هذا اللي ما مات كيف؟ ثلاثمية وستة وراي بس ما بدي اروح عليها، بدي اكمل لقدام. ممكن ما في شيء بس طلع. اوكي هذا ما بده. غدروني بحركة انه اركز على هذا واللي وراي هم، بصراحة غدروني فيه كتير. ولا يا اخي هذا راح يزعجني هلا. لازمني ابره ضروري. مين هلا ابو لازم يكون الراديو فرط هلا نزل. طلع مو بوس فايت اصلا شباب. شوف لعبة ما فيها انه يرجع يعبي شوي من دمه لحاله اوتوماتيك. اخرب الساعة. ريلي ايش اسوي بعقرب الساعة؟ ركبوا على ساعة. وين في ساعة شباب؟ اي الساعة؟
زملائي بقيت العقارب. ليش احس بدك تحط العقرب الكبير على وقت معين؟ يب شايفين؟ والله عرفت، منيح ما تعذبنا مثل هذيك المرة. انفتح العج. طيور طيور طيور. معناتها هدول الطيور لازم احسن اسوي عليهم شيء. هذا بده مفتاح. كيف بدنا طيور؟ طيب هذول الطيور شيلهم. اوه حيط لازم ينكسر. يعني هذلك الطيور ما عجبوك اللي فوق التلفزيون، بدك تيجي تحط لي ايدك هون مشان تطالع الطيور. عقرب كبير. ايش في ايش في؟ بس تسكر الباب هون، ما عاد فيني ارجع. ليش تغير شكل الغرفة كلها؟ نظر وات ذا هيك مان. طيب برو يوزليس. ياي يا اخي في هذا الشيء بدي اياه. تمثال اوكي، جزء تمثال مشوه. خلص فهمنا، خلص موتوني، زلوني اكثر، زلوني. زلوني اكثر بالميديك، يعني هذا لسه بده راس، يعني حتى التمثال مو كامل لازم يكون راس. يعني مبين هذا لازم ينكسر. يب. يعني عم تعطيني طلق بدون ميديك، ايش اسوي؟ هذا الراس والله ماني داخل هيك وغباء.
ايه مشان هذا ينط عليهم. ها نو واي مان. ضربتيها الراس. مين اللي ترول؟ اوكي. واو ما كان فيني اضرب طلقة واحدة ويشيل الخشبة. اوف كورس مان، وين دخلت على بلوعة؟ اقفز اقفز، فيش حل ثاني مان. تذكر شيء بس ما ادري ايش هو. يا اخوان المشكلة عن جد ما فيني يرفس البواب، البواب مشكلة خشب باللعبة. يعني ما حاطين بواب حديد، هات ميديك هات يا رجل زليتني. وين صرنا؟ اه نزلنا على الطابع الأول. اوكي. No. يعني هلا انا بدي انزل الطابق الاول مشان ارجع الاقي الطريق اطلع فيه للطابق الثاني مشان اركب عقرب الساعه اللي موجود بالطابق الثاني اللي كان ممكن ارجع بطريق الرجعه، ولكن سبحان الله قوه خفيه اجت سكرت الباب بخشب ومسامير. كيف؟ ما حدا يعرف. تصميم الماب مثل تصميم عقل داخلي لواحد، يعني مو تصميم فندق او شيء ممكن يكون. ويت، هي مو اللي كانت بالمقبرة؟ اوه، اتس يو. يا. ام جيمس. انجيلا. انجيلا. اوكي. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. حاسس هاي واحدة من ضحايا ما أدري ليش. No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Mantil Tili! I just figured because this is where you're looking for her. ولا لا. How else would I know? Yeah.
Sorry. Did you find the person that you were looking for? No, بس وجدت منديل يعني كويس. أقل شيء وجدت شيء not like human. Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She's dead, bro. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. As you told me, find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Oh, سلاح جديد. Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! اوكي مفتاح وسكينة. اوكي مفتاح الصمود. طب ما فيني استخدم السكينة كفايت احسن من العصاي؟ اوه سؤال، انا نطيت من حفرة التواليت، ايش جابني لهون؟ وين الحفرة اللي دخلت منها؟ بلو اوكي وات ساي 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 اوكي لازم افتح ذاك الباب بالسكين. اها اها اس باب حرف اس. يب ما عاد في شيء له علاقه بعقرب الساعه. اوه ميديك، كيف هيك كرم اخلاق منه؟ ابره كمان؟ لا لا برو، يعني كثير الى اللهب. الكسندر مين من شوي حكى نظرية انه ممكن ابو راس مثلث يموت؟ في واحد بالشات حكى هاي النظرية، فهل هو متأكد منه ولا عم يجرد عم يشلف تشليف؟ اوه ماي جاد مان. هي الصورة الرابعة وراها رقم. اوكي رجعنا للطابق اللي نحن كنا فيه، هلا رح نروح ايش نسوي؟ نركب العقرب. انتوا ما كنتوا، مين جابكم؟ And we save the game.
شباب بتسدوا صارت الساعة 12. فتح شيء بس ما ادري ايش هو. عرف الام في عث في لغز. او ويت اوكي 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 اي لايك الغز شغل فكر فيني يا طلال حلحلني يعني. جمجمة لا 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 هلا فهمت. عندك مثلا قمر زائد جمجمة ناقص مدري ايش بيطلع اول رقم. اوكي قمر اربع اجنحة عنده. ركز ركز على عدد الاجنحة. ما لنا فيها سوي نحن كم اوكي اوكي لازم نحفظ. ركزوا كم 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 فراشه عندنا. اوكي عندنا قمر هذا ما لنا فيه. جمجمه قمر صار عندنا قمرين عينتين جمجمين ثلاث اقمار. ثلاث اقمار جمجمتين اربع عيون. اوكي الاقمار ثلاثه ثلاثه زاد اثنين خمسه ناقص اربعه واحد. العين أربعة ضرب ثلاثة 12 12 ناقص ثلاثة تسعة. اللي جوا القوس يلي هن ستة ستة ضرب تقسيم اللي برا. طب ثانية ليش معذب حالي بآخر رقم؟ إذا أنا مطالع أول رقمين صح هل أوكي يلا فهمت على عدد الأقمار اللي على الأجنحة. طيب هيك صار بدي ورا وقلم تجربة بس. اوكي انا راح احس الرام كثير صار ضخم وما راح يكون هو بس راح نجرب. عنا قمر اربعة ثمانية ثمان اقمار. اوكي وجمجمتين اثنين اربعة خمسة عيون. طيب إن عنا 8 أقمار. أوكي وهي هي النظرية الصحيحة أنك تطلع على الشغلات اللي موجودة على الأجنحة بالضبط وتحسبهم. أنا خربطت بالحسابات أول مرة بعدين فكيتها. آه هون في غلط. يب بأول وحدة كان في غلط بالحسابات. عطى مزبوطة نظريتي. ما حدا يحكي ما حدا يحكي عيفوني. أنتوا كلكم سيئين بالرياضيات راسبين. كمان بدي احط ايدي بمكان ما. What is this؟ اه العقرب تبع الثواني. في واحد عصب يا حبيبي ترى عم نطالع عقارب ساعة ما عم نطالع اسماء عيلتك حتى مع او ماي جاد. ايش هاد شباب تعرفوا مين عنده منهم؟ واحد معصب كتير. ياي صورة بعد تانية. هاو ذا ما بعرف ايش كيف يمر الوقت بسرعة.
كمان طلع مو ارقام هذا المكتوب، ارقام 11. كيف كنا بدنا نروح لتبع الحرف الاس؟ اوكي من هذا الباب ولا هاد مو وات ايش هاد؟ لا تكون عصبي كثير يعني. اه هلا فهمت، حرف الاتش يعني اور، حرف الام يعني منت، حرف الاس يعني سكند. اوكي هيك الباب. وات از ذس؟ اوكي هلا انا مو انت وانت، انا انت اصحاب. ليش لحتى مفيد؟ تعرف ايش؟ انا ليش اعذب حالي العب معك بجويستيك؟ تعال اورجيك ملك الايم. ما فهمت، انا اكل ستان ضربته عصب صار شيء، بس في شيء صار تشاينيز ضربت رصاصه كثير قبل. عصب كثير، طول بالك. طول بالك برا. نعم نلعب يعني مع بعض الزلمه هيك يعني بدل ترك الفايت وراح. ميك يور واي اوت. ايش ميك ماي واي اوت؟ اندعست انجلدت. ويت
No way, رجعت للمدينة. Let's go. معطى مزبوط والله كلام كينان. اوه هون 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 تعرفوا وين هون؟ ايه بتتذكرتوا اكيد ما في داعي لكم. المبنى تشابتر جديد ويوم جديد وفلوق جديد. اوكي. البنت It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Yep. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? بنت مين هي؟ لسانك طويل. That's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? Yep. What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait. How do you know her name? اي هاي الماب عندي اياها من زمان. طيب لازم يكون في طريقة احسن اتنقل بين الساحل. والله سمعت صوت حدا عمل ايه. باتريك تشستر ابن ادوارد قاتل ومات من اجل الناس، من اجل الحريه ومن اجل الجميع. ايامنا القادمه الذكرى ستعيشها. I don't care about you Richard. مرحبا بك في سايلنت هيد. بدله صغيره وهادئه. ايوه مظبوط. نحن سعداء لا يوجد مكان افضل من هنا. ابتعدوا عن جدولكم المزدحمه. تخيلوا عن جد يطلع في مدينه، في يعني في مدينه اسمها سايلنت هيد. تخيل انه يطلع في مدينه عن جد اسمها سايلنت هيل وتنعزم عليها بيوم من الايام. هيك قال انت تروح فهمت كيف؟ انه اساس بدك تشوف نفس المدينه نفس اللعبه وانت من الفان تبع اللعبه. برو اول ما تدخل على المكان تلاقي الدنيا صار الضباب وطلع الاوس تبع سايلنت هيل. اهلا وسهلا. من هذه المرأة الواقفة هنا؟ زوجتي ماريا. ماري I like style الزهري والأشقر. No you're not. Oh. Do I look like your girlfriend? هل أبدو مثل صديقتك؟ No my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be. My name is Maria. واسمها ماريا بس مرته اسمها ماري وبتشبه. I don't look like a ghost, do I? صوتي. Warm. Sorry, I got confused. Hey, where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Yeah, 3 years ago. It's just I got a letter from her. A letter. I know how it sounds. I'm not. I don't. Hey, it's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me in our special place. And that's here. Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. There was something. I can't quite.
Hey. I think I might know. I mean, there's this one place. طب ما هو أساسا بيعرف المكان الشقة على البحر. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. No, don't show me. Unless you have somewhere else to be. Hey, don't touch. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. استغفر الله. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? You're just gonna leave me here? تتركك وحيدة؟ ما أنت كنت لحالك من البداية. أنا إيش ذنبي؟ أنا اللي جبتك يعني؟ With all these monsters around? No. إيش ال؟ يا أخي من السؤال والله العظيم. I remind you of her. You loved her, didn't you? طالع المسدس هلا. لا تخون مرتك جيمس. So it's okay. Yeah. No, جيمس خليك زلمة جيمس. إذا جيمس ما سواها أنا راح أسويها. معلش حتى لو مرته ميتة. خليه على ذكراها. الوفاء. ما بخلينا أقنص عليها. Come on man. Come on. I try guys. Sorry. I'm sorry Mary. I'm try. Okay, let's go. بتعرفوا قديش رح يصير الجيم بلاي بطيء هلا؟ رح تبطئني هي. Hey. Why'd you do that? None of your business, okay? Don't ask any question. انت ماشي معي. في ذكرى ال 67 اللي انت سامعهم من يقعدوا تحت البحيرة. اوكي عن جد. ما دخلك وين بدي امشي؟ لا تتأمري فيني ترى. اوه ماي جاد شات انا كثير عصبي على فكره. المره تتحكم فيني مو طبيعي يعني انا. اوكي وهي جكاره فيكي. بالغلط راسك. اوه ماي جاد ما ماتت. كان حاولنا ما ذكر. رجعنا للحديقه. It used to be kind of a special place. مكان مميز للأزواج. I think it's easier if I just show you. ضحية من اضطهاد بواسطة جيني. No, لا تورجيني. خلص دليني معي ماب. طيب. شات هاي ماني مرتاح لها. Please woman don't follow. يا دي. Wanna take a breather? هل تغرب؟ What? I know. I just. شوفي شوفي يا بنت الناس اوكي. It's fine. You know, if there's anything you want to talk about, anything at all. No. No. Let's just خلينا نتحرك. اسمعي يا بنت الناس اوكي. انا انسان متزوج وبحب مرتي اوكي. فرجاء اساليب الافاعي هي لا تتبعيها ولا تحاولي تخربي بيناتنا. الله يوفقك بحياتك اوكي. انت من طري وانا من طري اوكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش هي اللزقة يا أخي؟ روحي لك. روحي روحي خلص. روحي روحي روحي. من وين راي؟ من وين؟ هاي وين جاي؟ حمامات. هاي هاي استغفر الله العظيم. آه سوري حمامات نسائية. ما في حمامات رجالية أوكي. ويت أوت يعني. أوف تخيل الدواء قديش راح يكون طيب لك. استغفر الله يا أختي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. You startled me. استغفر الله العظيم. There, we can go through the motel. موتيل؟ لا عيني أنا مو تبع موتيلات والله. نط موتيلات والله. جود باي يلا. أنا رايح راجع. خلص انا ما بدي يا اخي خلني عني. Okay,
صار لي ساعة مكسر، يعني ايش اي كان يوز وورنينج يعني؟ بتعرفي ايش؟ راح اقول لك شغلة عن جد. لو تحلي عني بكون ممنون. انا انسان حابب بكسر اطبش. اختاه ابتعدي عني. طيب ما دام ما في شيء سيف اراوند مي، فيك تروحي تشوفي طريقك. وات از ذس مان؟ اوكي، بالاول والاخير لعبه رعب يعني لازم تتوقع انه هيك شغلات. وات ذا هيل؟ يعني ضروري نفوت على الموتيل هلا؟ You ever stayed in a place like this? No. The walls are so thin, you can hear everything. Love, hate, jealousy. الحمد لله انا انسان يعني ما اجي عليك اماكن. مية وسبعة. ان كان يجب ان اقوم باصلاح الانابيب في 107. اوكي، هو عم يصلح الانابيب ب 107. اوكي يا اختي بعدي عني الله يخليك. ترى ما عم حسين اتنفس، بلشت الدايرة. غريب والله، ايش الغريب موضوع انه مقفل ما بعرف. يب هناك شيء خطط بها. I think we should leave. Oh, loosen up, James. It sure beats running around with those monsters out there. I'm not so sure. Okay. Boy. Again. ايش دخلت؟ ما راح ادخل الا ثواني، خليني افتش. خلي اتفضل، كيف في شيء تسويه هي؟ تفضلي. اوه يبدو كأننا عالقون. تقول أنها ستقوم بخير لكن الأرقام لا تكذب. كل أرقام موجودة، جميع الغرف تحتاج إلى تجديد، ثم علينا أن نضرب ذلك في تكلفة العمالة، ثم هناك السباكة في الغرفة العلوية. أقسم أن هناك أوقات أرغب فيها بالاستثناء. لم أعد في 33 من العمر، إذا استطعنا جمع كل ذلك ربما يكون هناك أمل لنا نحن الخمسة. هلا نوعا ما. Hey, you think I'd look good in this one? Okay. Yep. Sure. I guess. Not quite the ringing endorsement, but hey, I'll take it. Okay, bye. شوفوا وشوفوا كيف الحل. ركزوا. اوكي انا راح اقول لكم كيف الحل. الحل جدا بسيط، لكن الرياضيات لا تكذب، الارقام كلها موجوده. جميع الغرف تحتاج الى تجديد. اوكي، جميع الغرف، كم غرفه عندنا بنحسبهم؟ 1 لل 108، 8 غرف. اوكي، ثم هناك السباكه في الغرفه العلويه. اقسم انك من الزمن
طيب يعني بدنا نقول 8 33 5. تعرفوا اذا بنحل بهالسرعه امين رغم التعب اللي انا فيه اكيد لا. لقيت اغلب الناس اللي عم يلعبوا اللعبه عم يلعبوها على مستوى متوسط يعني اوكي، فالالغاز حرفيا بتكون جدا سهله عندهم. يعني مثلا لغز الارقام او الغرفه هي اللي كانت تبع الطباشير، الارقام بتكون مكتوبه بكذا محل. انا عندي الارقام بس كان مكتوبه بمحلات ومحلات مخفيه. انه واي يجب ان نضرب ذلك بتكلفه العمال العمل. طيب هلا لازم يكون في ورقه بمكان ما بتدلنا على تكلفة هون. يعني يا حبيبة قلبي يا عمري انتي بس بعدي بنجي وخليني ركز. يعني لغز بدنا نحله اوكي، يعني مشان ما يصير مشاكل بيني وبينك. هذا اللغز نوعا ما كان مبهم شوي وغير معروف. حتى تكمل المرحلة او تكمل اللعبة لازم تحل هذا اللغز، والطريق اللي ورا كله مجرد استكشاف وزيادة وتجميع موارد. ولكن في شغلة مهمة، اذا رحت واستكشفت لورا خلينا نستكشفها مع بعض. ايوه. You think it'll stare back? في لغز ثاني هون بعد شوي. بعدي اختاه، بعدي عيفي مسافة. يب في هون كمان لغز ثاني، ايش كان محطوط؟ ايه في هون رافعة بدها تجيب لها يد مشان ترفع هي هون. طيب نكمل طريقنا لقدام نشوف بلكي في شيء لقدام يدلني على هذا الشيء، لأنه ما أتذكر إنه جبت أنا مستند. هلو باص المدرسة العجيب، مين ذكر شباب باص المدرسة العجيب؟ باص 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 المدرسة باص ويحل. سوري سوري اوكي، احنا لعبة رعب ولازم نكون مركزين اوكي. خليك جدي، جدي ولا ستي؟ You know we're heading the wrong way, right? Yeah, I just bear with me, okay? عم امشي بالاتجاه الخاطئ. إذا أنت شايفة إنه هذا الاتجاه الخاطئ معناتها هذا هو الاتجاه الصحيح، شايفة لأن رصاص. أنت مشكلتك إنه مو مثل ألبونس، يا أخي أنا آسف. جيمس. أيوه، كلهر. انجوي شباب. ثانك يو فور هيلب. أنا رح أطلع. لا ماتت، مالي خبر، كيف هيك؟ ماريا دايت؟ اي دونت كير مان، انا بدي اياها تموت. طيب جيمس باص 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 هاو. هاو. يا الله عليم. في صرصور. شات تعلموا انه امبارحة انه في ارشيفمنت لازم تدمر البالونات اللي شفناهم بابنيه هذا الاكل. لسه في وحوش؟ اوكي اسمعي لا تطلعي صوت، في عندي خطه لهدول. اوكي وومن لا تطلعي صوت. المشكله هي الحركات تبع انه طنش هي بس للرجال مثلي. دونت تاتش. حلو. كل 75 انمي. شايفين في ارشيفمنت؟ مين كان يكتب لي انه زاك قتله مو مفيد؟ تفضل حبيبي، هيك كنا روحنا ارشيفمنت على حالنا. كل 75 انمي. هلا هون ما ادري ايش. لا 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 تحاول، لا 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 لا. شايفين عن جد الوحوش كيوت بهاللعبه على فكره، لازم تعرف شلون تحكي معهم. شوف مثلا وقفت قدامه وقلت له يلا روح باي. خلص فاهم. صرصور. حاسس حالي اني جيت لمكان ما لازم اصلا اجي، المطور حاطه بس هيك زياده.
شفتوا في رسالة طلعت بالنهاية؟ هاي المهمة. يمكن الرحيل بعدم الرحيل، أصلي فقط الرحيل بعدم الرحيل. حلو والله كلمة جدا حلوة. انت طلعت هذا الصوت؟ مين طلع هذا الصوت تبع بزن؟ يعني قطعت الدنيا كلياتها لاخر الماب بس مشان الاقي رسالة. بس اوكي، ما يعني استكشاف، يعتبر استكشاف يعني. انا وات انا متاكد 100% احنا جايين ما شفنا هذا ولا هذا. انا متاكد. طيب بس حلو 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 استكشاف. اللي خلصنا المدينه كلها من فوق، نبلش من تحت. يا رب هذا ايش؟ تعالي محل بولينج. You know, you can wait outside if you want. I'll just... ايه عن جد يعني، عن جد. Why would I want to wait outside? أنا بدي أكي wait outside. I thought you might not want to. I want you to wait outside. If you don't want me around anymore, you can just say it. Yeah, I don't want you anymore. It's not that. Just a stray thought. أنت حسيت إنه I don't want you يعني. Yep. والمنطقة اللي شفتوها فوق مجرد منطقة استكشافية، ممكن يكون فيها شغلات رعب نفسية وحلوة، مشان هيك استكشفتها وطلعت تشوفها. هلا نرجع لتحت، مهم انه لقينا الرافعة، خلينا نشوف شو في مكان الرافعة. Are you sure that's a good idea? Yes. Yeah, it's fine. Just give me a minute. Hey. You okay in there? ما صار لي دقيقة داخل. Can you let me in? Oh my god, هيدا ضل تصعني هلا. اوكي فوتي. مان قديش شيخ، خليني اقرا الجريدة اشوف ايش في يا رجل. تسريح جماعي في مستشفى بركونغ هونغفم يهدد مستقبل المؤسسة، التسريحات التي أبلغنا عنها الشهر الماضي مستمرة. فقد تم تسريح أكثر من 10 أشخاص مما أدى إلى تقليص عدد موظفي المستشفى إلى أكثر من النصف. اوكي المهم في وباء قاتل يعني اجى على المدينة، تمام، وقلعوا العالم المشفى الموظفين. هذا هو اللي فهمت. So anything good in here? As good as it gets. No بصراحة no، فكرت اني انزلي لتحت هون بالله شوفي بلكي السيارة تشتغل. شوف اللي بتنزل، انا بنزل الرافعة بوم خلصنا منه جي جي. والله في موارد كثير. اوكي بس ما في شيء له علاقه باللغز، بس في ابره وما ابره والشغلات. اوه طلع طلع في شيء ثاني ماني شايفه، بس اوكي يلا. اه هون اوكي. طيب ريلاكس، اوكي ريلاكس. هذا اللغز لازم نفكه. إذا ملاحظين رقم 5 مكبوس كتير. أوكي هذا أنساه، معناها في رقم 5 عندنا. أوكي فوكس وومن، خلي يكون لك فائدة. إن كنترول. أوكي بنرجع للإيش للورق. All room need to be refreshed. Then we got multiple by the cost of the plumping in the room. علينا اول شيء ركزوا، علينا نضرب ذلك في التكلفه. اوكي عندنا عدد الغرف. طيب كم غرفه عندنا نحن؟ 8 0 35. طب اوكي ال 5 33 انا بعرفها. يعني طلع مزبوط، يعني طلع مزبوط.
اوكي هلا انقذت حياتك. اوكي عم نحل فكره اللغز. الفكره انه اللي عندك هو عاطيك رقمين بالصوره، عاطيك رقم 33 اللي هو عمره وكاتب لك نحن الخمسة، يعني بضل عليك انك تجرب رقم واحد بس ما عارف الرقم صفر منين اجى. بس اوكي الصفر لانه ما في رقم اصلا، مستوى صعب. يمكن والله يمكن انا مستوى صعب فما حاطين. يمكن ياي بس استفدنا انه احنا ايش هلا اكتشفنا كل شيء ورا. اوكي يعني حلينا كل شيء ورا، ما في داعي هلا نروح ندور يعني. انترستينج. آثار أقدام على فكرة ولا؟ نعم. Is everything all right? I. Yeah, it's just this place. ايش في؟ I don't care. Gives me the creeps. هي ليش مبينة إنه مثلي كمان؟ It's nothing really. ليش أول شيء طيب طلعونا إياها بشخصية الباد جيرل؟ أوكي. بعدين هلا تحس كثير مسكينة. James. نعم. 3 years. That's a long time. What will you tell her if when you find her? I love her. I love her. Oh my god, شوف جيمس فكر مثلي. Lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, 3 years is a long time. في صوت محرك شغال او جنريتر او مولدة. اوكي سيارة شغالة. ايوه. Strange. This should not be here. Well, it is. So, what now? Now we look for another way. Really? تعرفي ما كنت مالي خبر انه لازم ادور على طريق ثاني اذا الطريق مسكر. جيمس ورانا. العصاي الحديد المطعوجة. ليتس جو، قلت لكم او حديدة مطعوجة. عرفتوا؟ ستي كلوز. ماي حديدة از باك. عم عملوا لي تريبل. هذا هو على الأرض، هو على الأرض، هو على الأرض. خليهم. أوكي ممكن نفترهم نفتش وراء. أحسهم يصير الضباب هيك عاصفة. مروت سايلنت هيل. طيب هيك اكتشفنا كل هالمنطقة، صار ضل عنا هذاك الباب. نحن من النوع اللي ما بيحب ايش يخلي شيء وراه.
الجيمر الصحيح ما بيروح على التارجت تبعه مظبوط، لازم يفتح. مع أهلاب طلق. خلصنا هيك؟ فتشنا كل شيء؟ أوكي خلصنا شباب. فاينلي وين وصلنا بالمدينة؟ عبرنا هيك اوكي، طلعنا طريق يسار وطريق يمين وبعدين بنروح على المستشفى، بنوصل على تشابتر المستشفى. اللي ما يعرف تشابتر المستشفى، هذا التشابتر هو اللي كان يسبب لي وات. صحيح علامة البترفلاي نفسها. اوكي انا ما احب اطلع بس يب. اوكي كافيتيريا أو مثل الكافيتيريا ما أدري. يو كمية الأبر. أدري وين راحت بس I don't care. Ready to kill it؟ جاهز لتقتله؟ No. طبعا ما بدي أعرف إيش كان هون. أو ما بدي أتخيل إيش كان هون. هاي وين راح ذا؟ ليدي؟ ماريا؟ هلو؟ أوكي أمين تخلصنا منه. ترى لا تمزحي معي أنا الزلمة مستعد لاطلاق النار على اي شيء يتحرك يعني. اوكي بي كيرفول وعم احكي الحقيقه. تراست مي. وين جينا نحن؟ نو واي. اوكي What? ماريا عليك ملاحظات سارة. Come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? عن جد. Is this the special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again. Now that we're here, can't we stay?
Just for a little while. No. No, no, no. Catch our breath before we head back out there. I have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just... this place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. بلشت تبكي. دموع التماسيح. Sorry, I didn't mean to. I guess this place is getting to me, too. Am I crazy? You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. It's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. استغفر الله. No? No, طبعا. You sure? Yep. Fine. Be that way. Here's to. صار عليك كثير ملاحظات على فكرة. To hope undying. كثير كثير مو شوي. وضعك بالمرة ما عاد يعجبني. We should probably get going. Fine. والله كبر بعيني جيمس. سام مستقيم عم يدور على مرته. بيلحق ابدا ان شاء الله. كفو جيمس، كن مثل جيمس شباب. فمعناه هذا المكان اللي شفناه من جوا. وات ايش هذا؟ ضائع وجد، هذول الشغلات الضايعين يعني. بسألك هلا مو بكل مكان هيك. بيكون في شوت جان. Is that you? Would you like it to be? يا بنتي صار عليكي ملاحظات، اوكي؟ حاجة. Let me know when you want to move on. طبعا اوكي انا بدي موف اون طيب. Let's go. Alright then. Come on. حرفيا ما في شيء فتشنا مو؟ يب ما في شيء هنيك جينا هيك بعدين لفينا جينا هون يب ما في شيء يلا. ممكن تمشي وراي احتراما لمكاني. لا ما بدنا نرجع. في شيء جوا؟ ايه في طلق. يلا نعمل تريد. هل كان مستاهل؟ يلا ضربت 3 طلقات عليه وقف طلقه بتفيدني للارشيفمنت لانه في ارشيفمنت انه لازم اقتل 100 واحد برصاص يعني. اوكي ميرادو توب حبيبي ثانك يو على الفودا. كاتانا ماي فريم ثانك يو فور 3 بيتس حبيبي. اوكي. That's it. That's the it. The garden. There's a bit more to it than that. Yeah. If you say so. Okay, let's go. I don't think I've been here before. Come on. She's just around the corner. She? خير تطلع لها وحش بدها تاكل راسي. Wait, wait for it, شباب.
is she? There's a story told around these parts. Kind of a local legend. Tells of a woman who was cast out. Sentenced to die on an island out on the lake. There was a man in town who fell madly in love with her. And every night, he would sneak out. Row across the lake, bringing her food and company. Mm-hmm. And every night, she would stand there on the shore. ليش تبني القصة هلا؟ To help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, oh, to lead him to shore. No, I would cry now. Okay, sorry, sorry. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... أيوة. أيوة. Come on. عايز أطلع نفس البنت الصغيرة. هلا سؤال فني ولولبي، أنا قطعت السبع بحور وقتلت النص الزومبي اللي بالمدينة، مشان آخر شيء تيجي تعطيني فيري تيل أباوت التمثال. ها تشات. من آخر شيء أو ماي جاد، سمعان إنه كان في وحدة واقف على الشاطئ تشغل شمعة مشان إنه حبيبها كان يركب عقارب يقطع الطريق بالبحر ويشوف لهذا وبعدين يقول وات ذا هيل وومن. You okay? Yeah. مبين انه راح يشرح. Maybe better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. And James? Yeah. Yes. Be careful in there. Yeah. You should have seen your face. I told you. It was this big rat. It jumped right at me from under the seat. You would have screamed too if you saw it. You gutless fatso. Hey. سمعنا الصوت انا وين؟ Anyway, why are you sitting here? I thought you said the cops were after you. Nah, I don't think they followed me here. Besides, I blocked the door, so no one could get in. Not the cops, and not these other monsters. You're weird. Yeah. بنت صغيرة وواحد سمين. Did you hear that too? وين راحت البنت؟
اوكي انا عرفت مين البنت وعرفت مين الشاب. صوت الباب من صوت قطة طلع مياو. طب ويت، هذا الحمام ليش هيك؟ اوكي يعني الحمامات كلها مصفوفين هيك بالطول، ليش هذا الحمام بالعرض؟ في ملاحظات كثيرة على الحمام. الشباب مخلصين البوب كورن. امين يلا يا رب نشوف هذول مين. FBI Eddie? Yep, Eddie. Oh. You're, James. We met back at the apartment building. Yeah. I remember. What's wrong with ice cream? I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. Well, at least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Well, that's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? طب ما قلت لك اول مره انت كده قاعد تستفرغ. Whatever man. Keep eating your what the hell is this listening? Sorry, man. Who is that girl, anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. I will shoot you, huh? Laura? ايوه لورا بدها تلعب. هدول احلى كراسي بالسينما. لا مو هدول، وين هدول؟ ما ادري. What the hell وين البنت؟ شرطة الأطفال. أوكي أوكي هناك بيخافوا شباب. شرطة الأطفال ستوب. تعرفوا إيش ما في اللعبة أهم شيء ما فيها كراوتش. لورا ستوب إتس دينجرس. يا ليل عجوانة. ماريا؟ Did you see the little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way. We can still catch her. I don't want to.
Chat, I don't want. رحنا على المشفى. Chapter المشفى. The hospital. اوكي بيني وبينكم هذا الشابتر يعني احلى شيء كان فيه اللغز تبع الخزانة، بس كان بده شوي تفكير عميق يعني. واما يعني الباقي مو كتير كان شيء، بس احسه مشي 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 وعلاك مصدي مع البنت هاي. تتفق معي ولا ما تتفق؟ اذا ما تتفق مشان اعرف يعني، انا بتأكد انك تتفق. طبعا قبل ما افوت على المشفى بدي افتش كل شيء برا عشان اشبع فضولي. هولي مولي، باب سري بياخذك على عالم ريزيدنت ايفل. شفتوا كيف فضولي دائما محله اخوان؟ اكثر جماعه 90 100 رصاصه بهاللعبه. وي ار ان 1 2 3 عرض. ما بلش العرض ليش؟ جيمس Look. What? Really? Reach Hospital. James, look. إنه على أساس شيء مرجوك إنه هي لفايدة باللعبة، فهمت كيف؟ لو هي ما قالت لك لوك، أنت ما كنت راح تلقلك. يا رب.